شو بدك من عائلتي؟ فهمت انه مشكلتك مع فورال متعلقة بمصير اختك، بس ما فهمت انت شو بدك من عائلتي؟ ما عندي مشكلة مع امك يا بنتي، بس بالحقيقة في عداوة كتير قديمة بيني وبين ابوك. وشو هالعداوة؟ ابي شو سوالك لتحقد عليك كل هالسنين؟ بالحقيقة ابوك سرق احلى 25 سنة بحياتي. طيب شو عمل؟ احكي لي بوضوح. اتهمني بجريمة ارتكبتها، راح على المخفر وقدم شكوى ضدي، وأنا قضيت كل هالسنين أبعد عن حبيبتي وبنتي. طالما هيك ليش تعاونت مع أبي ضد فورال؟ طالما أسألك لهالدرجة ليش وثقت فيه كمان؟ أنا ما وثقت فيه وطول عمري ما رح أوثق فيه، بس لما هو جاب لي أثر من أختي سامحته. بحياتنا في أشخاص منحبهم أكثر من أرواحنا، وأختي ناز كانت أغلى من روحي، وخليل لما أعطاني الرسالة انسيت عداوتي معه فورا. وأنا أمي وأبي أغلى من روحي، دائما بتطلع قدامنا وبتساوي مشاكل، وأمي طول الوقت عم تبكي، وأبي متخبي بهداك الفندق بسببك. بعرف، موجود هلأ بفندق بمنطقة أكسراي. أنت عم تراقبه لأبي مو هيك؟ خليك بعيد عن أبي، والله إذا بصيبه أي شيء. لا تاكلي هم، أنا عرفت أول ما راح على هداك الفندق لو بدي ساوي له شيء، لكنت أخدته من هنيك قبل ما يحط رأسه على مخدة. أنت مين مفكر حالك؟ داخده؟ شو نحن بغابة؟ جرب إزي لحتى أطعك بإيدي. ما خطر لي بنوب إني أحسد خليل وأتمنى أكون مكانه. يا ريت كان عندي بنت مثلك بتحبني مثل ما بتحبي. طبعاً بحبه، هذا أبي، إذا بتأذي شعرة منه بتلاقيني قدامك يا عزيز توبراك. هي أنت قدامي، ما فيني أقول شي عن شجاعتك، شجاعتك المجنونة مثل يلي عند أبوكي. نعم فورال. وين انت حياتي؟ انا بالمطعم، مو قلت لك انه في حدا رح يجي مشان الشغل وعم استنى؟ معناتها بلا ما عطلك عن شغلك، نحكي بعدين. ماشي فورال. بتمنى ما أكون تأخرت عليك. لا أنا هلأ إجيت، عود. شوفي هازال، ليش طلبتي مني إني إجي لهون؟ في شي مهم لازم قلك يا فورال. بصراحة أنا كذبت عليك. شو هالحالة؟ على أساس بلش بتحضير المقبلات أنا عم ساوي فاصوليا. يا ربي، بعرف إنه مشكلتك مو مع الفاصولية ملاك، اعترفي. من لما عزيز وهزار راحوا مع بعض وانتي عم بتفكري بشو عم بيحكوا. بعرف، ما فيني اتصل واسأله من شان ما تشك هزال، حاسة إنه إيدي مربطين وما بعرف شو بدي ساوي. عزيز رجال بنوثق فيه، ما بيساوي أي شي ممكن يزعلك، فلا تشغلي بالك. إن شاء الله. صحيح انت شو سويتي بخصوص الموظفين؟ حطيتي اعلان بالجريده؟ وشو خطر على بالك؟ انت سالتيني الصبح وهلا عم تساليني عن الموضوع. انت ليش علقتي عليه لهالدرجه؟ ايه لانه صار لازمنا حدا يساعدنا بالشغل، بس انا رح اعطيكي البشاره، لا تشغلي بالك، انا حليت هالموضوع حبيبتي. وانت شو سويتي؟ انا حكيت مع عزيز وحليناها. ما فهمت شو عملتي؟ كلامي مفهوم، انا حكيت مع عزيز وهو رح يحلها. آه منك، أنتي مثل أبي بدك الأمور تصير بلحظة، ليش سويتي هالشي؟ الرجال طول هالسنين ما قدر يكون قبل هزال، خلي على القليل يساعدكن شوي. طالما ما بيقدر يوقف جنبها بيوقف وراها، وهيك بحس إنه عم بيدعمها.
والله أنا كتير متضايقة على الرجال. طيب وعزيز شو قال لما خبرتي؟ شو رح أقول؟ قلت أوامرك فوق راسي. عزيز وين هازار؟ حكينا شوي على البحر وبعدين راحت، قال عندها شغل. وشو هالشغل؟ كان مفروض تجي لهون. قال بدها تقابل فورال. وليش لتقابل فورال؟ انت ليش ما جبتها معك عزيز؟ ما شاء الله علي عم تحكي ملاك. هو كيف بده يجيبها لهون بقى؟ هداك الرجال بيكون زوجة لهازال. عن شو حكيتو؟ هازال شو سألتك؟ بس منشان تكوني مطمنة، ما سمعت يلي لازم تسمعه وما عرفت يلي لازم تعرفه. لكن انت ليش اجيت لهون؟ مشان نفذ الأوامر، جبت الموظف وهو بيشتغل كل شيء، تقدروا توثقوا فيه. إبراهيم أبضاي وشاطر بالشغل. ألف مبروك أختي ملك، عن جد هالمطعم كتير حلو مثل ما خبرني المعلم عزيز. شكرا لك، أهلين وسهلين. أهلين فيك. طلع فيني بس بتوعدني إنه ما تغني هون. لا معلم أنا عن جد تبت. منيح. شو قررتي؟ بلش بالشغل؟ بس بشرط. شو ما كان شرطك فأنا موافق. أنا بدفع له الراتب والتأمين، أنت ما رح تتدخل بهالأمور، اتفقنا؟ اتفقنا. بالتوفيق والبركة. إذا ما كنتي عند أمك أنتي وين كنتي لكن؟ ها؟ شو اللي خلاك تفكري تكذبي علي؟ ها؟ هازال؟ شو يلي عم تخبي عني؟ أساساً قلت لك تيجي لهون لأنه ما بدي أخبي عنك شي. أنا تضايقت من حالي وحبيت خبرك. بالحقيقة أنا ما كنت عند أمي، قابلت عزيز وكنت معه. شفت عزيز أكتر من مرة بالمطعم وكان عم يحكي هو وأمي، حتى بمرة تصرف بطريقة مو منيحة مع أبي، على طول بشوفه حوالينا وبيزعجنا دايما. مبين أنه عنده مشكلة مع عائلتي، وأبي خبرني وقال لي عداوة قديمة، وأنا ما كتير اقتنعت. وبعد اللي سواه بحفلة الخطبة حبيت واجهه وقال له أنه يبعد عنا ويتركنا بحالنا. هذا كل الموضوع؟ بس هيك؟ أنت وياه حكيتوا كل هذا الوقت بس بهالموضوع؟ مثل ما قلت لك، عطول بشوفه حوالينا وعم يزعج الأشخاص اللي بحبهم، وأنا ما عاد أتحمل، لهيك حكيت معه. في شي عقلي ما عم يستوعبه. لا تواخذيني، أنا طول الوقت عم بسأل حالي، بس رح أسألك كمان هلا. طالما التقيتي بعزيز لسبب بسيط لهي الدرجة وحكيتي معه، ليش ما خبرتيني؟ ليش لحتى تخبي عني؟ اصحك تبيني، فورال عم يراقبك هلا، بيعرف انك مع عزيز توبراك، لاقي كذبه وخبريه ليش التقيتي فيه. شوفي بنتي، في شي مشكله؟ لو اني خبرتك ما كنت رح تسمح لي، وكنت رح تمنعني قابل عزيز توبراك، مو هيك؟ أكيد ما بسمح لك. معناتها هاللقاء رح يكون الأول والأخير مع عزيز، ما هيك؟ ما عاد تقابلي هداك الرجال مرة تانية. بلكي هو طلب إنه يقابلني. ما عاد تلتقي فيه، عم يستخدم كل الطرق ليحاسبني على اختفاء أخته. أنت صرتي قلبي هلأ، وهو بيعرف منيح وين ممكن يجرحني ويقتلني كمان. أنا حذرتك من قبل وأنت شفتي لما وقفتي قدام سلاحه. ما عاد تلتقي بهداك الرجال شو ما كان السبب. ماشي حياتي مثل ما أنت بدك. صراحة أنا كتير مرتاحة هلأ بخصوص موضوع عزيز،
حتى مرتاحة بكل الأمور، وأنت لازم تكون هيك كمان. تعرف شو السبب؟ لأنه ما حدا بيقدر يساوي لي شي وأنا جنبك. معك حق بهالشي حبيبتي، بس مع هيك اسمعيني، لا عاد تقابلي من دون ما تخبريني. لا تاكل هم. شو رأيك ناكل بشي مكان؟ أنت جوعان شي؟ شو هالسؤال؟ حتى لو مو جوعان باكل، مو دائما بيجيني هالعرض منك. لا تواصيني. اي نعم ابرو. فورال، لازم احكي معك بخصوص موضوع كتير مهم. انت فاضي؟ بخصوص شو؟ الاحسن اني شوفك فورال. انا رح روح على القصر هلا ومنلتقي هنيك. ماشي بشوفك. خير، شو بدك ابرو؟ قال بدها تشوفني مشان تقلي شي مهم. خير ان شاء الله، شو القصة؟ انا صار عندي فضول اعرف. طيب منروح، بس بعد ما ناكل بشي مكان. وين ناكل؟ انت اختار. يلا انت اختار. لا هالمرة انت اللي رح تختاري المكان. عندي لك عرض يا عزيز توبران. ما رح تخبر هازال انك ابوها، وما عاد تشوف وشها مرة تانية. طول ما انك عايش بهالدنيا لازم تنسى انه هازال بتكون بنتك، وانا بالمقابل رح خبرك عن مكان ناز. يعني شان اختي بدك يعني اتخلى عن بنتي؟ يعني مشان عين بتخلى عن العين التانية؟ هيك بالضبط، قرر. على فرض اني وافقت، انت شو عرفك يا ترى بعد ما اجتمع باختي ناز اهجم عليك واخذ بنتي منك؟ ها، ما عندك عقل بنوب؟ ما بعرف اذا كان عندي عقل، بس بتعرف شو عندي؟ شجاعة. اذا سويت هيك شي بقوس هازال، وبعدين بقوس حالي. موتي ما رح يأثر عليك، بس بعرف منيح انه موت بنتك بيدفنك بالقبر وانت عايش. شوفي حافظ، اخذت الاماني، انا رايح هلا. وانا طلعت من عند ملك بالطريق، نلتقي بالمكان. ماشي معلم. بكفي، مليت من اني ضل عم صلح اغلاطك وغطي على عمايلك الوسطى، مليت من اني ضل عم نظف وساختك، غضيت نظر عن كل يلي عم تساويه مشان تكون منيح. وانت رحت وتزوجت اخت قلت اعدائنا وسكتت، وجبت بنت الضيعة الغبية ككنة وسكتت، سكتت تجاه كل عمايلك. أنا كنت دائماً عم أدعمك وأحميلك ظهرك، حتى ولا مرة شفتك معصبة لهي الدرجة جينان ديمير أغلو، حتى بعد اللي صار بحديك الليلة بالبيت اللي بشيشمي. بالرغم من كل اللي صار انت ضليتي هادية. حلال عليك معلم، نزلته برمية واحدة. لا انت غلطان، مو برمية واحدة، بالرمية ألف واحد. كيف يعني؟ طول الأربعين سنة بالصيد قوصت ألف رصاصة وهي الألف واحد. ماشي معلم. انت بتعرف امتى بيغلط الصياد يا حافظ؟ امتى معلم؟ لما يبلش يتفاخر بفريسته. الصياد بيفكر انه بايده قدر الفريسة. الطير ما تصوب لانه ضغطت على الاسناد، تصوب بسبب غبائه. يعني عم يطير على المكشوف وبده يهرب من الرصاصة، ما رح يقدر، اكيد رح ينصاب ويوقع. المثال مثل فورال. ايه بالضبط هيك، فورال ديمير اغلو مثل هالطير الغبي، بكل وقاحة بيجي على بيتي وبيهددني على المكشوف، وأنا اللي صار لي 40 سنة بالصيد ما رح صيد الفريسة، ما حذر أبدا. مزبوط، معك حق. ايه معلم، ايمتى بدنا نتحرك؟ بأول فرصة يا حافظ. رح تخبر كنان عن خطتنا؟ لا هلأ ما رح أقول له أي شيء، بس بعد ما ننفذ خطتنا منخبره شو اللي ساويناه وشو اللي ما ساويناه. وملك خانوم؟ الشيء اللي موجود بالقلب ما بنقدر انه نخبيه كتير يا حافظ،
ما رح خبر ملك عن اللي رح نساويه، بس رح آخد إذنه. بكل الأحوال يلي بدنا نساويه رح يلمس كنان وملك، منخبرها بالوقت المناسب. طيب وشو رح يكون رأي هزال؟ والله ما بعرف، أنا حسبت حساب كل شيء، بس أنا ما بعرف شو ممكن تكون ردة فعل هزال. بتمنى بالآخر تفهم إنه عم نساوي هذا الشيء مشان مصلحته، ومنشوف رح نعيش ونشوف. ماشي، رح بلش بالتحضيرات واستنى منك التعليمات. كتير منيح، ممكن تتحرك بأي لحظة وممكن تضغط على الزناد. ماشي. كتير بتشكرك على الأكل، كان أطيب سمك باكله باسطنبول. هزال، ما في شي عم تخبيه عني مو هيك؟ لا، ليش هالسؤال؟ فرال بيك عم ازعجك، بس في موضوع حضرتك لازم تعرفه. للأسف القرص اختفى. شو يعني اختفى؟ شو هالسخافة اللي عم تقولها؟ معك حق، بس صار انذار حريق كاذب. بهالأثناء انسرق القرص. مين اللي اخده؟ لسه ما عرفنا، بس قبل الانذار زوجتك اجت وطلبت التسجيلات، ولما قالوا لما بيقدروا يعطوها اياها عملت مشكلة، وبعد كم دقيقة صار الانذار تبع الحريق. لا تفهمني غلط، مو قصدي حط الست هزال تحت الشبهة، بس يلي شايفه هالصدفة غريبة شوي، حبيت خبرك بهالشي. فورال انت منيح؟ انا منيح حبيبتي. انت ليش سألتني هيك سؤال؟ شو خطر عبالك؟ ما في شي، بس يمكن حبيت اتأكد. يلا ردي. مين؟ امي. طيب احكي معها. يلا امي، ممكن حاكيكي بعد شوي؟ اعطيني الموبايل لاشوف. ليش لا اعطيكي الموبايل؟ ولا شي، بس حبيت اطلع عليه. ما فهمت عليك. هزال عطيني الموبايل. فرال شو عم تساوي؟ ليش أخذت موبايلي؟ شو رح تعمل؟ ولا شي. أمك اتصلت فيكي، بركي كان بدها تقلك شي مهم هزال، بس أنتي سكرتي بوشها. ليش سكرتي؟ قالت كتير مشغولة وأنا ما حبيت لها، هي بتصل فيها بعدين. طيب مثل ما بدك. شو بدك تحكي مع فورال؟ بخصوص شو؟ فورال بيك بيخبرك كل شيء، والأفضل إنك تسمعي منه. ما علينا، على الأغلب فورال بيك ما رح يجي، بعدين منشوفه بالشركة ومنحكي. مثل ما بدك. أنت شو عم تساوي هون؟ ما فهمت، هون بيتي ولا نسيتي؟ فورال بيك، بعد إذنك خلينا ننزل لتحت، هونيك منحكي لحالنا. شو؟ ضايقتي من وجودي؟ بدكن تحكوا موضوع خاص؟ ولا بدك تخبري فورال شي خاص؟ لا، الحقيقة الموضوع بخص الشركة. متأكدة إبرو إنه الموضوع بخص الشركة؟ يا ترى في شي بيناتكن أنا ما بعرفه؟ بتحبي تخبريه أنت؟
لا أبدا، بس تنقرنا شوي مع بعض، بتصير هيك شغلات بين الأخوة. ما في شي، إذا بتحب خلينا نحكي. شو صار معك فورال؟ حكيت مع شركة الأمن؟ قدروا إنه يوصلوا للتسجيلات؟ أنا حكيت معهم، لسه ما وصلوا لشي. قال صار حريق صغير وتخربطت الأمور كلها بالشركة، بس كل شي تحت السيطرة. كوني مطمنة ولا تقلقي أمي. ماني مطمنة أبدا فورال، أنا بدي شوف التسجيلات بسرعة وعاقب يلي ساوى هالشي ببنتي مين ما كان يكون. لا تقلقي، رح نشوف التسجيلات مع بعضنا وأنا بنفسي رح عاقب يلي سواها. لوين رايحة وكأنك عم تهربي؟ رايحة على غرفتي، أنا تعبت شوي بس لا تواخذوني. خير شبهة هاي؟ نحن تناقرنا شوي، عصبت عليها لأنه من زمان ما حكت مع أمي، رح أحكي معها. ألو كنجار، بتجيب لي كل المعلومات عن اتصالات هزال.